وإعمال الفكر وبذل ولو قليل من الجهد. أما بقى الكابتن عصام صيام رئيس لجنة الحكام، وده الحقيقة أنا بحبه جدا وبحترمه على المستوى الشخصي، ولكن عايز أطالبه بالاستقالة. محدش يتخض، أنا ما عنديش أي مشكلة مع الكابتن عصام صيام، أنا بحب الكابتن عصام صيام، لكن لا، لم يعد عصام صيام يصلح رئيسا للجنة الحكام. كابتن عصام له ابن يلعب في نادي غزل المحلة الذي سيلعب في الدوري الممتاز. عايز أخذ رأي حضراتكم، ماذا سيحدث إذا لعب الأهلي مع غزل المحلة أو الزمالك أو الإسماعيلي أو الاتحاد السكندري أو المصري، وهذه الأندية تعرضت لما تظنوا أخطاء للتحكيم أو ظلم فادح تعرضت له؟ هيتقال وإحنا كنا بنلعب النادي اللي بيلعب فيه ابن رئيس لجنة الحكام. فإحنا دلوقتي أمام حاجة من اتنين، يا كابتن عصام صيام يترك رئاسة لجنة الحكام، يا إما ابنه يعتزل كرة القدم أو يترك نادي غزل المحل. بالمناسبة التحكيم، أنا والله العظيم بحترم حكامنا جدا وبشفق عليهم، لأن هم بيغلطوا، لأن كلنا بنغلط، الصحفيين يخطئوا واللاعبين يخطئوا والمدربين يخطئوا والحكام أيضا، ولكن إحنا ما بنتشطرش غير على الحكام ولا نستضعف إلا الحكام، فكلنا بنصبح أسود على أي حكم يغلط. علشان كده أنا عايز أو حابب أوري حضراتكم